إلى ولاية تيزي وزو حيث يعيش سكان باترونا في عزلة تامة بسبب غياب التنمية بكل أشكالها وكذا غياب النقل المدرسي والمرافق الرياضية للشباب، الأمر الذي استاء منه مواطنو القرية خاصة مع تجاهل السلطات المحلية لوضعهم الذي دام لسنوات عديدة. عمر حمامي والمزيد. فريمون ليزي اقرنا فريمون دغدر رغوني فطر وزرغرام كاون تحكوك نيما ني لي مويان ني ثقرات القازم غارنا ثنير كنوك ذاخري خمن او كم مويان دغدر راكي او كم مويان اقلا ذاكي العرش فطروني ثدرت وفلوك سوون ونسعي الكاز ونسعي اقلا فاسميض راش قارون الحيف تروحنا لي كولابيي